معكم ستاجير من التكوين المهني سنة ثالثة جيسون دي زونتربريز اوبسيون كونتا فينانس. جمعت اليوم انا والناس اللي كيقراو معايا واللي زي طبيس محد اخرين باش نهضروا على شي متطلبات ديالنا. احنا نورمالمون ديبلوم فيه 2 ans وكنا من فلاسكريبسيون قالوا لنا غادي تقراو 2 ans et demi يعني 2 ans 6 شهور وهذيك 6 شهور مده كامله ديال عامين وحنا كان ما عارفين شنو غيكون فيها شنو غنقراو يعني بزاف ديال التفاصيل ما كناش عارفينها. واليوم تجمعنا باش نهضروا على هذا الشيء ونشوفوا شنو غادي يديروا معنا ويعطيونا بعدا غير اون ريبونس ديال بزاف ديال لي كيسيون اللي ديما كنطرحوهم. المهم حنا بغينا نوصلوا صوتنا وجينا هنايا هضرنا معاهم وعطاونا الوقت باش نهضروا معاهم ونوصلوا الفكره ونطرحوا الاسئله ديالنا. المهم قالوا لنا غادي يديروا معنا الحلول وعطاونا شحال من حل وقالوا لنا غادي نشوفوا نحلوا لكم كاع المشاكل ديالكم وغادي نهضروا زعما نهضروا نوصلوا الفكره نوصلوا المشكل ديالكم للاداره العامه. بغينا كنا باغيين نعرفوا 6 موا اللي زادوها لنا علاش وكي ديالها وفوق من هادشي كدينا كنقراو وعندنا ليكزامان فان فورماسيون ما كناش عارفين حتى لادات فوقاش وما عارفينش حتى فوقاش غنفوتو شنو غنفوتو فيه يعني بزاف ديال المشاكل كانوا عندنا ما كناش عارفين. غادي يعطيونا غولفي زعما ديال هاد 3 اني يعطيونا الغولفي غادي يعطيونا زعما داك لاتيستاسيون بلي حنا قرينا هاد 3 يعني ما غاديش تمشي غير هكا وسولنا حتى هذيك 6 موا الاخرى اللي غادي تضيع كيفاش غنجوستيفيو وعطيونا حلول اخرين ولكن قالنا عطيونا ان ديلي ديال اون سيمين باش يعطيونا لا دات يعني السيمانه الجايه غادي يقولوا لنا لا دات فوقاش غنفوت. يوصل الاداره العامه يوصل بزاف زعما الا كان زعما غادي يكون زعما الحل الا تجمعنا كاملين غادي الا تجمعنا كاملين وبزاف ديال الجهات هضروا على هذا المشكل غادي يكون الحل ضروري ما غادي يكون الحل واضحه زعما اي حاجه كتعلق بالقرايه حنا عليها هنايا شي حاجه اخرى ما غاديش نضيعوا فيها وقتنا يعني المشكله حنا اللي كان عندنا انا مي غادي نكملوا هذيك 6 شهور الاخرى شنو غنديروا فيها يعني كيفاش غادي نديروا جيستيفي وكاين اللي باغي يدفع بلايص اخرين يدفع فرنسا كاين اللي باغي شحال يدير شحال من حاجه ما غاديش غادي يكون عنده مشكل كاين كاين المشاكل بزاف ان راه كل واحد وكيفاش شنو كيقول زعما ولكن المشكل الاهم اللي عندنا حنايا هو القرايه زعما كي غتكون فوقاش غندوزوا ليكزامان ويحدوا لنا غير هذا هو هذا هو الهم الوحيد اللي عندنا وهذيك زعما ديك 6 شهور اللي غادي تبقى من بعد ما تضيع ونتمنوا دابا هما عطاونا زعما عطاونا واحد الهاد زعما غادي هاد المشاكل كما غادي تحل وتكون الامور مزيانه ونتمنوا زعما حتى حنا داكشي اللي بغينا ما بغيناش نبقاو غير طالعين هابطين على والو ونبقاو غير نجرجروا على والو. المهم نشد بحاجه واحده لي سطات نتاع وجده كامله والمغرب كاملين يتضامنوا معنا حيت هذا الشيء في مصلحه الجميع هذا يعني كما نقولوا حنايا نحفروا لهم قبر باهم فارطيننا بالفاس يعني شي داخل وشي هكا من هذا الحشومه حق الرب العالي هذا هو حنا مقاطعين تيديروا معنا شي حل وصافي حيت رانا تضرينا بزاف. وبالنسبه للدراسه غادي نقاطعوا عليها حتى يديروا معنا شي حل. بالنسبه لهذيك تاع يحدد لي ليكزام قول له غير ربح بها ما عندي ما ندير بها قول له انا يقلع لي 6 موا ولا يعطيني الدبلوم تاعي ولا هاد 6 موا اللي نقراها يعطيني عليها اتيستاسيون باللي قريت 6 موا ولا الدبلوم يزيد لي فيه تكنيسيان سبيسيالي ليسونس بروفيسيونيل